استقبل الرئيس السيسي نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقصر الاتحادية. هذا وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مصر، مؤكدا تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مثمنا دور مصر المحورية في الدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. استقبل الرئيس السيسي عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوس، وذلك بحضور وزير التعليم العالي. وأشاد الرئيس بجهود الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكوفونية لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة. من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرنكوفونية، ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة. أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق. وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاق يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي. كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية باجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 713.75%. وقال البنك المركزي إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. أكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مجد المنزلاوي أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سوف يشجع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر، مضيفا أن السوق سوف يبدأ بالاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة. من جانبه أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى انخفاض الدولار مجددا خلال 10 أيام مع توازن العرض والطلب، مؤكدا على ضرورة التوسع في التصدير. من جانبه أعلن مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن قرارات البنك المركزي تساهم في تعزيز فرص جلب السوق المصري لمزيد من الاستثمارات الجديدة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تحرك عاجل بتقديم دعم غذائي ونقدي لنصف مليون أسرة من الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي. وأضافت المبادرة أنه سيتم توزيع 500,000 صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16,000 أسرة بمبلغ مالي وقدره 300 جنيه للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي مباراة السوبر المصرية والتي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الإمارات. تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي في 7 مساء غد باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.